معلش يا جماعة، آسف النت قطع، حقكم عليا. ممكن حد يقفل الباب ده يا جماعة؟ عشان ده بيفصل الشبكة لو سمحتوا. شايفين؟ شايفين الشكل ده عامل ازاي؟ أهو تلات أشكال للتمساح في الأساوي، تلات أشكال زي ما انتوا شايفين، تلات أشكال للتمساح، تلات أشكال معانا للتمساح. تمساح بكل اشكاله كأساور. هتقولي لي اوزان مش عارف، ممكن نكمل بس أشكال. نسأله مع الصورة دلوقتي. تلات اشكال يا جماعة للتمساح في ايديا اهم، التلاتة اهم، طبعا واحد بتاع الطقم الاخضر ده، والاتنين دول يباعوا اسويرة بالخاتم، ولو عايز الاسويرة لوحدها مفيش مشكلة، الخاتم لوحده. في خواتم عندنا غير خاتم الإسويرة موجودة أشكال منها، أما الإسويرة فتباع بخاتمها. طبعا أنا آسف ليكم إن ساعات النت بيقطع وساعات بيرجع تاني كده، بيفصل غصب عننا من الشركة، مش عارف إيه القصة بتاع النت دي. قال كده وصل؟ هو خلاص بيحمل، بس إحنا برضو مع الناس لحد ما يرجع. طيب هنقلب على الشبكة بتاعتنا تمام عشان بس ما نقطعش البث. ثلاث أشكال موجودين. تتحسن او ثانية هتبتدي تتحسن. انا ماسك مش راضي اسيب الحاجة دي لغاية ما الصورة تتحسن كاملة. اهو الاخبار خلاص، هو دقيقة واحدة بس هو بيرجع من الشركة تاني، بس احنا مع الناس. كويس، بدأت توضح الصورة ليكم. طيب ايه رأيكم تاني لو احنا جينا نتكلم على حاجة تانية بعد التماسيح دي اللي طلعت معانا اهو، وابتدي اتكلم على غويشة زي دي كده. الغويشة دي انتاج ماستر جولد الرائعة، 9 جرام و10 جرام غويشة سلك بالحمص الابيض اللي فيها اهو، 9 و10 جرام الغويشة دي. تمام، 9 و10 جرام. بتقول الله على الجمال. 9 و10 جرام، ايه رأيك يا سامة في الجمال ده؟ صباح الفل، صباح الخير. الاسعار هتجيلكوا بعد كده ان شاء الله. ايه رأيكم؟ 9 و10 جرام الغويشة دي، الغويشة دي 9 جرام و10 جرام زي ما انتم شايفين، كور بيضة، وبعد الكور البيضة في سلسلة زمزم لفة عليها، وبعد كده الماسورة بتاعتها الجميلة دي معانا اهو. طبعا الناس الخط لما بي مش فاضي. شويكار سيد بتقول ما شاء الله، الله اكبر، الاذواق كلها تحفه. شكرا يا شويكار. اشتري مشتغل على كده خلاص اهو، شايفين ادي شكل، ادي شكل من الغوايش، 9 جرام الغويشه دي. طيب وادي كمان، عاوز اتكلم قبل ما اتكلم في غويشه تانيه، عاوز اتكلم على التعابين اهو، واقدم لكم الطقم ده. الطقم ده طويل، خلي بالك اهو، بص تقول ايه، طقم طويل مش قصير اهو، طقم التعبان ده ماستر جولد وطقم طويل اهو، وطقم وزنه 89 جرام الطقم ده، السادة خالص ما فيهوش اي حاجة غير انه كله دي مينا الوان زي اللون اللي بيتحط في الضوافر، ملوش وزن، مفهوش خصوص خالص خالص، باستثناء عين التعبان دي اللي هي وزنها 2 مللي تقريبا اهو. الطقم ده 89 جرام سلسلته، والإسورة وكمان الخاتم 89 جرام الطقم التعبان ده. ام عبد الرحمن بتقول لحضرتك انت فعلا انسان محترم، انت صانع البهجه في حياتي، ونفسي لما اجي اشتري حضرتك تكون موجود. والله شرف ليا يا ام عبد الرحمن، وقولي لي قبليها وانتظر حضرتك ان شاء الله.
باذن الله. غروب الشمس بتقول ما شاء الله على الجمال، واهم شيء المصداقيه بتاعتكم في الاسعار والمصنعيه والفواتير، ما حدش بيعمل كده غيركم، منفردين في ده. الله يبارك لك يا رب، ربنا يبارك لي. انا بص عاوز اقول لكم على حاجه بعد اذنكم. انا بقول لجمهوري اللي بيشتري، لما تروحي تشتري لو سمحتي من محل لازم تطلبي منه ان يكتب لك في الفاتوره المصنعيه كام والذهب كام والدمغه كام. دي ما فيهاش اي حاجه خالص تزعل اي حد. اللي يزعل منها يبقى حد مش عاوز يبقى صادق مع الزبون. اقول له انت غلطان، لازم الزبون يحس بالمصداقيه عشان يتنيه يكمل معاه. مش مهم خدت مصنعيه قد ايه ما دام هو راضي الزبون. وطبعا مش معنى كده انك تتغالى في المصنعيه، لان اهو زي ما انتم شايفين الطقم ده طقم رائع وجميل جدا، 89 جرام عيار 18 الطقم ده اهو. فهد قاعد، ده اسد ولا فهد يا هشام؟ شايفه ايه؟ فهد قاعد متنمر وفهد رايح جاي اهو. الفهد ده يا جماعه 42 جرام وزنه، اما الفهد التاني بتاع شركه لازوردي ده ف 36 جرام وزنه الطقم كله. 42 و36 يا جماعه الفهد، الفهدين، واحد قاعد اهو ومربع ديله ولافف حوالين الايد، والتاني راسين للفهد. راسين للفحم، خليك على زي ما انت. انا خلاص شغال، لا البطن هنا خلصت، بس هو النت رجع خلاص مش شغال عليه، مفيش مشكله. اه. مش حلو. لا لا اقفل وافتح انت تاني. لسه قافله. الصوره يا جماعه اخبارها ايه؟ قولوا لنا. عشان الباب ده انا بقول ما يفتحوش، بيرجعوا يفتحوه تاني بيفصل. محدش يفتح الباب تاني، سيبوا الباب ده مفتوح، ده كمان سيبوا ده مفتوح. اه ترى الصورة عاملة ايه دلوقتي؟ اخبار الصورة يا جماعة لسه مش حلوة، لسه الصورة يا جماعة مش حلوة، النت عندنا سيء جدا. حلوة هتتظبط كده، هتتظبط كده. لسه الصورة مش حلوة، لسه الصورة مش حلوة، ان شاء الله هتتظبط. سويرة النجمة بثلاث أشكال، سويرة 7 جرام، 7 جرام النجمة من لازوردي، النجمة دي 7 جرام شميرة، ونجمة 7 جرام بترد بالفسوس أكيد لأنها لازوردي. يا ترى لسه الصورة وحشة معاكوا قوي؟ تمام ردوا لنا يا جماعه الصوره اخبارها ايه معاكم؟ مهزوزه قوي ووحشه؟ الصوره حلوه تمام. 7 جرام يا جماعه ده، بس الناس طبعا لما البث بيقطع الصوره تمام. تمام لا على بال ما بيتسمع عندهم 7 جرام يا جماعه. السويره دي 7 جرام، السويره دي 7 جرام، 7 جرام السويره دي 7 جرام. كمان في منها التقسيم ده، شايفين 7 جرام كل تقسيماتها، تقسيماتها جميله قوي التسويره دي. الاربعه دول، الاربع تقسيمات دول فيهم الابيض كمان موجودين، و7 جرام فقط لا غير الاسويره دي. سويره 7 جرام يا جماعه دي. طب والابيض ملوش نصيب معانا؟ ادي مسمار ابيض جديد بتقسيمين، مسمارين، واحد 12 جرام وواحد 14 جرام بالخاتم. دي 14 ودي 12، 14 و 12 جرام. تقسيمين جمال قوي.
تمام. طيب البندوره بقى ليها نصيب كبير معانا النهارده، البندوره اللازوردي. بس السلكه اللي بتسال عليها 12 جرام، البندوره دي سالتوا عليها كتير جدا اهي، بالوانها الجميله زي ما انتم شايفين تقسيمات الالوان بتاعتها عامله ازاي. ادي شكل، وكمان في عندنا شكل اللاف ده اهو باين على محطوط على الارض اهو، شكل اللاف ده جميل جدا اهو، اللاف ده. وعندنا كمان شكل الفراشه وشكل الكور. طب هتقولي لي الاوزان من 9 جرام، البنادوره دي من 9 جرام اهي، كل تقسيم البنادوره اهو، حتى عاملين بنادوره ثابته كمان 8 جرام اهي، دي 8 جرام بنادوره ثابته 8 جرام فقط لا غير. بنادوره بكل تقسيماتها واشكالها، وكمان السويره الفيونكه الجامده دي بتاعت لازوردي برضو، ومش خفيفه تقيله بس قويه قوي، 24 جرام الاسويره دي 24 جرام. الاساور دي بالذات بتليق على ايد، وتلاقي ايد لاقي عليها شكل وايد تانية لاقي عليها شكل تاني، فدايما انت تتفرجي عليها ودايما تيجي تقيسيها يعني قبل ما تشوفيها على ايدك، لان في ساعات كده تحس تلاقيها ان هي فعلا لقطه، عامله لقطه في الايد الاساور دي بالذات. كمان معانا تشكيله تانية من الاساور اللي بالخواتم اهي، دي 20 جرام، ثلاث اشكال اهو، من اول 20 ل 40 جرام. ثبت ايدي فورا اول ما تملك اهو، من 20 ل 40 جرام يا جماعه الاساور دي، ثلاث اشكال. زي ما انتم شايفين كده ادينا اهو، بنحاول كل يوم نجيب لكم جديد، كل يوم نجيب لكم جديد وحديث اهو. يعني مثلا لما اجي اتكلم على الاسويره دي اللي انتم شايفينها دي 39 جرام بالخاتم، بصي عرض ايه الاسويره، وافتح لك الاسويره من هنا تبصي عليها اهو، اتفرجي اهو، شايفه؟ شايفه شياكه الاسويره؟ شايفه تركيب الفصوص ودقتها بتاعت لازور دي؟ قطعة ضم قطعة، كل تركيب الفصوص ده كل تركيب الفصوص ده يدوي هاند ميد. خلي بالك ما ينفعش ان احنا ما بقاش في مكن يركب فصوص، ما فيش حاجة اسمها مكن بتركب فصوص، التركيب ده يدوي. لو وصلت كده يا هشام دخلت عليه شوية بصينا عليه عامل ازاي، تركيب الفصوص عامل ازاي، رقيق قوي 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 وناعم قوي. والخاتم نفسه يعني تخيلي الخاتم ده 8 جرام و90 مللي، 8 جرام بالجمال ده، والاسوره دي 31 جرام اهو، 31 و8 يعني 39 جرام اسوره بالجمال ده، لازوردي بس اللي بتقدمها، ما حدش يعرف يعمل الشياكه دي غير لازوردي صراحه يعني. ودي برده نفس الوزن، بس جه هنا بقى قسم تقسيمين مختلفين، حتى القفل بص القفل عامل ازاي، بص عرض السوكت بتاع القفل قد ايه اهو. شوفي يا امل علي بتقول بسم الله ما شاء الله تبارك الله عليك، شكرا يا امل، شكرا يا امول ربنا يبارك لك. بصي رنا بتسال في اساور خفيفه، يا رنا ما انا هوريكي اساور خفيفه كتير، اتفرجي شايفه، شايفه القفل ده تخن ايه هنا، الحاجات دي اللي انتوا ما بتاخدوش بالكم منها ساعات، لا دي مهمه وانت بتشتري لو سمحت. بصي اسمعي التكه، ها سمعت التكه عملت ازاي اهو، شايفه قوي اهي، اسمعك التكه تاني احسن في حد ما سمعهاش، ركزوا معايا يا جماعه وانتوا بتسمعوا تكه القفل، ما حدش يتكلم عشان تكه القفل تظهر مع الناس اهو، سمعتي التكه عامله ازاي، ويجي يقوم قافل لك تاني بكمان اهو، سكرتوه كمان امان اهو، ادي السكرتوه امان، والاسوره مشغوله من ورا ومن قدام. هنا قسم تقسيم تاني في الفصوص، دخل فيها البني، عمل فيها ورد بني غير دي، خلي بالك خلي بالك الحاجات الصغيره دي بتشد العين وتجذب، يعني الاثنين نفس الوزن بس دي شغل ودي شغل تاني خالص صراحه يعني. طيب ايه تاني اللي كان بتسالني على اساور خفيفه، انا لسه طالع لك بيها اهي، 7 جرام يا جماعه، ده في واحده 6 جرام 65 اهي، 6 جرام 65،
7 جرام يعني ما كملتش 6.7 جرام اشكال زي كده مين يقدر يعملها؟ لازوردي اللي تقدر تعملها اهي. بص اسوره انا افتح لك ازاي اهي، مرنه وقويه وخفيفه وناعمه وكلها حنيه اهي. اسوره عامله ازاي اهو، شايفين اهي؟ ليه بقى؟ ما هي لو مش كده فيها المرونه دي كان زمانها اتكسرت حتتين في ايدي اهو، شايفه؟ طيب كمان يا جماعه اللي هي نص ونص، نص كور دي كانت مطلوبه قوي قوي في الفتره اللي فاتت اهي، وكمان دورين معموله دورين اهي، دورين نص ونص، دورين مش دور واحد، دورين دورين يا جماعه. سويره دورين 9 جرام بالكور دي اهي، ومرنه جدا، انتاج الشركه الرائعه العالميه لازوردي، كلمه لاف، كلمه لاف اهي. ما انا عاوز اعملها امسكها تبقى مظبوطه، اخليها كده احسن عليا اهي. بندوره كلمه لاف 13 جرام يا جماعه، البندوره اللاف دي 13 جرام، جميله قوي. تخيل دي بتبقى على ايدك كده، وكلمه لاف انت عدلها كده ورا بعضها، تحفه. مفيش ميه، مفيش شاي، مفيش اي حاجه، يعني ادوني اي حاجه كده عشان انا مش عارفه ينسون يا جماعه، حد يعمل لي ينسون. طيب ايه تاني هتكلم عليه؟ الخواتم اهو، الخواتم تبتدي من 2 جرام ونص و3 جرام الخاتم اهو. التشكيله دي كامله اهي اهو، 2 ونص و3، الخاتم ده 2 جرام ونص و3 جرام، 2 ونص و3 جرام. شهد الملكه بتقول ما شاء الله روعه، شيماء الروبي بتقول ما شاء الله الحاجات بتاعها حضرتك جميله جدا، يا ريت لو ليكم فرع في اسكندريه. شكرا يا شهد، شكرا يا شهد، شيماء ربنا يبارك لكم يا رب. الخاتم ده يا جماعه 2 جرام وربع، يبتدي من 2 جرام و17 مللي اللي في ايدي ده. شوفي حتى اما عمل فص، عملوا فص جميل ازاي، وعملوا مجدول حواليه اهو. 2 جرام؟ اه 2 جرام، لازوردي بتقدم الخاتم ده 2 جرام، 2 جرام فقط لا غير. اهو ده 2 جرام، واللي في ايدي التاني ده 3 جرام و4 جرام، اهو هثبت ايدي خالص، هثبت ايدي، بس التيكت ببقى عاوز ايه؟ 3 جرام و4 جرام. كله باين كده معانا؟ باين يا جماعه الشغل ليكوا؟ قولوا لي الصور واضحه. تخيلي الخاتم اللي في ايدي ده 3 جرام وكمان دبل، بصي دبل اهو، دبلتين، وجاي في الاخر قلب اهو، شايفه القلب الشياكه ده، و3 جرام كل ده. اما الفص الرقيق ده 2 جرام، وموجود منه بقى اشكال كتيرة هوريها لكم دلوقتي اهو، 2 جرام. يعني عندنا يعني لازوردي بتتحدى تعمل التقيل وترجع تعمل معاه الخفيف تاني، تعمل التقيل والخفيف طبعا انا حاطط عينات بس عشان تشوفوها. طيب الدبله دي جرام و80 مللي بمقاساتها، دي دبله زي الريفيرا كلها فصوص بس اهي، ومن فوق كده زي مكان صغير خالص زي مكان فص، بس عملوا ايه؟ بلاك الذهب ساده اهي، والدبله موجود مقاساتها، والدبله دي 2 جرام، جرام 80 وجرام 70 فقط. اه وينفع كمان تتلبس كعقله كده اهو، عقله بس لو عاوزاها عقله بس، وينفع تتلبس محبس فوق الدبله الساده كمان، يبقى شيك قوي قوي، محبس فوق الدبله الساده او عقله، وبياخدوها اتنينات، يلبسوها اتنينات زي كده اهو اهو، اتنين كده اتنين فوق بعض. زهرة الياسمين بتقول السلام عليكم، انا عبير من الاردن، انا متابعه على طول ما شاء الله تبارك الرحمن. شكرا يا عبير من الاردن، ربنا يبارك لك يا عبير، الف شكر. اخوانا في الدول العربيه الف شكر ليكم، الف شكر ليكم، ربنا يبارك لكم يا رب. اهو اهو كل اشكالها الدبلة دي موجود كل اشكالها. استاذة ماهي بتقول لك ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. شكرا يا ماهي، الف شكر ليكم.
طيب نرجع تاني نتكلم على النهارده في شرابه جميله جدا جايه لنا عيار 21 انتاج ماستر جولد 10 جرام 10 جرام طويله على فكره اهي انا بعد ما ياخد اللقطه بتاعت دي همسك لكم واحده عشان تشوفوا طولها قد ايه شرابه وعيار 21 كلها شغل وفقط 10 جرامات 10 جرام لوحدها اهي 10 جرام اهي بص طول الشرابه قد ايه اهي اهي شايفه طولها قد ايه حمص مجدول اهو حمص وسلسله الماني تقيله عيار 21 وتقريبا ساده خالص اهي وتحت سلاسل زمزم نازل منها كور بتبرق يعني لمعه شديده جدا للسلسله كلها شرابه وزنها 10 جرام فقط لا غير 10 جرام الشرابه دي طبعا احنا بالليل يا جماعه في لايف هيبقى عن توزيع جايزه الانستجرام الناس اللي ما لحقتش تعمل هتخش شير او شير ومتابعه الاثنين مع بعض شير ومتابعه لصفحتنا على الانستجرام راجعي ورا هتلاقي فيديو المسابقه شير ومتابعه لصفحتنا على الانستجرام شايفين يا جماعه ده 10 جرام يا جماعه السلسله دي 10 جرام فقط لا غير استاذه هنودة محمد بتقول استاذ سامح اعمل عرض على مصنعيه الانسيالات اشمعنى الغوايش احنا عاملين عرض على كل الموديلات خصم يصل الى 30% تمام مفيش حد بيجي وما بياخدش خصم عندنا على فكره اهو موديلات تانية واشكال تانية من الشرابات اهو ال10 جرام وال9 جرام في منها 9 جرام كمان 10 و9 جرام الشرابات دي 10 و9 جرام زي ما انتم شايفين وطويله 55 سم 60 سم طويله و10 جرام يعني هي سلسله بالتعليقه بتاعتها وعيار 21 دي كلها عيار 21 يا جماعه كلها عيار 21 كلها عيار 21 بصي الاشكال بصي الجمال جمال وروعه ورقه وشياكه وذوق انا بقول حاجه جميله جدا 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 حاجه رائعه ايه رايكم قولوا لي رايكم يهمني جدا واما الطقم ده بقى اللي هم مدينهولي اهو عشان يطلع طقم كل وزنه 50 جرام الطقم ده عيار 21 ساده خالص ما فيهوش ولا فص عيار 21 ساده خالص ما فيهوش اي فصوص خالص ما فيهوش اي فصوص عيار 21 ماستر جولد والسلسله بتاعته طويله اهو شايفه طول السلسله قد ايه شايفه طول السلسله طويل طقم طويل عيار 21 50 جرام بس حاجه شيك قوي عبد الرحمن بيقول لحضرتك ما شاء الله تبارك الله حاجتك روعه شكرا يا عبد استاذه فريده همام بتقول حضرتك ذوقك متميز جدا شكرا يا فريده الله يخليكي انت الاحسن ام سومي بتقول اللهم بارك ربنا يبارك لك يا ام سومي يا رب صلاح بتقول كنتوا فين انتوا ايام لما اشتريت شبكتي يا ايمان احنا بقالنا 30 سنه انت اللي ما كنتيش متابعانا يا ايمان بقى معلش بس اديكي عرفتي يعني وان شاء الله الشيره مش هيبطل يا ايمان المعاصم وهنتكلم على المعاصم النهارده باستفاضه شويه من 27 جرام المعصم اهو 27 جرام لا ده في 22 ده 22 جرام يا جماعه معصم عيار 21 ومرن جدا اهو زي ما انتم شايفين و22 جرام واللي عليه الفيونكه الجميله ده 27 جرام لا المعاصم النهارده بتتحدى الله الله عليك يا فاطمه ربنا يبارك لك يا فاطمه شكرا يا بنتي اهو وادي اليانسون حاضر اهو تسلم ايديكي الله يبارك لك يا رب 27 و22 هل الصوره واضحه يا استاذ هشام تمام 27 و22 يا جماعه معاصم عيار 21 بحريني انتاج مصري خالص طبعا ما فيهاش ولا فص اي ولا فص ولا اي حاجه خالص مش معنى اللي فيها فص لا ما لو فيها فص بترجع بالفص بتاعها مفيش مشكله بقى
27 و22 جرام. طيب ايه تاني معانا من المعاصم؟ معانا اشكال تانية اتقل شوية، يعني معانا ده 36 جرام، 36 جرام و44 جرام. الشكل اللي عليه الجرونيت ده الانسيال الكارتيه 44 جرام وده 36 جرام. شايفين اهم كمان المعصم الكبير قوي ال 116 جرام ده اهو، ده 116 جرام، 116 جرام، 116 جرام المعصم ده. باقي معانا مجموعه غوايش اهو اوريها لكم. الغويشه الحمصه يا جماعه مش عاوز انساها خالص، ال 20 جرام مستمر، العروض الغوايش مستمره في المعرض يا جماعه، مستمر عروض الغوايش مستمره في المعرض. اخر قطعه، بقول تاني كده، اخر قطعه خصم 50%، اخر قطعه، عشان ما حدش يقول انت عامل خصم 50% على الغوايش، لا، على الحاجات اللي هي خلاص اخر قطعه، معنى ان الموديل احنا مش هنكرره تاني، فبيبقى اخر قطع بنعمل عليها الخصم ده، اخر قطعه، عشان ما حدش يجي يقول لي مثلا طب دي السادي كانت اخر قطعه في المشاكل، اقول له لا، اخر قطعه في الحاجه اللي احنا مش هنكررها عشان نحدث الموديلات بس. 50% وبقيه الخصومات تصل الى 30% على باقي المعروضات. طبعا يا جماعه مش هننسى ان احنا معانا عرض توصيل بخصم 50% لجميع المحافظات، عرض التوصيل بخصم 50% لجميع المحافظات، عرض التوصيل خصم يصل خصم اسف 50% لجميع محافظات مصر. الغويشه دي 20 جرام، 20 جرام التحفه الفنيه دي بتاعت مصر. كمان معايا انا شكل تاني انا هتكلم عنه اهو، شكل يا جماعه وزنه 7 جرام، ده 7 جرام، الغويشه دي 7 جرام، ارصها في ايدي مظبوط عشان تعرف تتكلم عنها صح، دي 7 جرام، دي 7 جرام ودي 9 جرام. خد، قلت لحد 7 و9، 7 و9، 7 و9 و10 اهو، عروض مستمره يا جماعه على الخصوماتنا مستمره، انتوا عارفين العرض خصم يصل ل 30% على باقي اشكال الغويشه، 50% على اخر قطعه. شايفين الجمال؟ 7 جرام و9 جرام و10 جرام، والتلات اشكال بنتحدى بيهم النهارده، تلات اشكال وطالعين في اخر اللايف، تلات اشكال اجمل من بعض صراحه، اجمل من بعض. ايه تاني؟ اقول لكم ايه تاني؟ بديت اللايف خالص انا بالغويشه دي، والغويشه دي انا حاببها قوي وحابب اوريها لكم تاني واقول لكم عليها تاني. غويشه غصن الزيتون، غصن الزيتون، الغويشه غصن الزيتون اهو، غويشه غصن الزيتون انا حابب اوريها لكم كل يوم واطلع بيها 22 و23 جرام، الغويشه غصن الزيتون. استاذه رشا علي بعتت الكومنت كده اكتر من مره بتقول لحضرتك مساء الخير يا استاذ سامح، محتاجه نصيحه حضرتك من واقع خبرتك، من فضل حضرتك انا عاوزه غوايش عيار 21 مقاس 21 وزنها تقيل وتكون عمليه وتستحمل وينفع البسها طول اليوم في البيت والشغل بحيث ما تكونش سهله الكسر ولا البري ولا التاكل من الاحتكاك مع بعضهم، وما تخزنش الصابون واتربه بداخلها، حضرتك تنصحني بانهي شكل اكتر من منها؟ طب ما هو انت سالت سؤال بقول عليه المستحيل، انت عاوزه غوايش ما تقلعيهاش خالص وتتنيها في ايدك وما تبريش، ما هو طبيعي ان هي تتنيها في ايدك على طول لازم هيحصل فيها نسبه تاكل، ده طبيعي، دي طبيعي، بس اخد حاجه تكون ناعمه خالص ونسبه التاكل تقل، لو حاجه فيها خشن او فيها بروز اكيد ان التاكل هيزيد، كويس؟ طيب احنا عندنا ايه بقى؟ عندنا في السلك اشكال ممكن تاخديها كده زي السكر السلك 16 و17 جرام هتنيها في ايدك على طول، وسلك وصب، طب انا مش حابه السلك ولا الصب، طب حضرتك ممكن تاخدي حاجه الغويشه اللي هي الساده الكيمك التقيله 15 و20 جرام،
الحاجات دي هي اللي ممكن تبقى مناسبه بالنسبه لي. استاذه الهام علي بتقول روعه. استاذه ولاء محمد بتسال الخصم على المصنعيه ولا السعر كله؟ الخصم على المصنعيه استاذه ولاء. استاذه ازهار جاد بتقول ما شاء الله. كيمست مرمر بتقول حلو قوي غصن الزيتون تحفه. شكرا يا كيمست. ايمان فوزي بتقول لحضرتك كل حاجه حضرتك بتقدمها روعه جدا، ربنا يوفقك دايما، انا من اسكندريه. شكرا يا ايمان، اسكندرانيه اجدع ناس. اهو العشرة جرام، العشرة جرام دي تاني يا جماعة عشان كميتها قليلة. الشرابة العشرة جرام دي تحفة. بكده اكون انا وريتكم كل اللي موجود معايا النهاردة. النهاردة انا وريتكم كل اللي كان موجود معايا على التربيزة. هنستنى ان شاء الله بالليل زي ما قلتلكم اللايف اللي هو هنقول فيه العرض بتاع، اسف، السحب بتاع الجايزه للناس اللي فازوا على الانستجرام معانا. انا سعيد بيكم جدا، ويا رب تكونوا اللايف دوت عجبكم والشغل كان كويس بالنسبه لكم. هنستنى تاني بالليل يا جماعه السحب على جايزه اللي عملوا متابعه وشير لصفحتنا على الانستجرام، واللي لسه ما لحقش يقدر يلحق يعمل دلوقتي عشان يخش السحب، والسحب على خاتم ذهب مقدم من ماستر جولد. شكرا ليكم والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.